مصر تطلب إيضاحا رسميا عاجلا من الحكومة الإثيوبية بشأن مدى صحة ما تردد إعلاميا عن بدء ملء خزان سد النهضة. الرئيس السيسي يوجه بأن يكون انتقال الحكومة للعاصمة الإدارية الجديدة بمثابة تطوير للجهاز الإداري للدولة. الفخفاخ يقدم استقالته من رئاسة الحكومة التونسية بعد 5 أشهر من توليه المنصب. أهلا بكم إلى هذه النشرة الإخبارية الشاملة والمفصلة على شاشة قناة النيل. أعلن المتحدث باسم الخارجية المستشار أحمد حافظ أن مصر طلبت إيضاحا رسميا عاجلا من الحكومة الإثيوبية بشأن مدى صحة بدء ملء خزان سد النهضة. وأكد حافظ أن مصر تواصل متابعة تطورات ما يتم إثارته في الإعلام بهذا الشأن. جاء ذلك ردا على استفسارات صحفية على خلفية ما تردد إعلاميا عن بدء ملء خزان سد النهضة. وجه الرئيس السيسي بأن يكون انتقال الحكومة للعاصمة الإدارية الجديدة بمثابة تطوير للجهاز الإداري بالدولة وبشكل جذري وحديث. كذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي مع رئيس مجلس الوزراء وعدد من الوزراء وكبار المسؤولين لاستعراض مستجدات الخطة التنفيذية لنقل الوزارات وأجهزة الدولة للعاصمة الإدارية الجديدة. اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والسادة وزراء الكهرباء والطاقة المتجددة والتنمية المحلية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والنقل والسادة مستشاري رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني ورئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية الجديدة ورئيس هيئة الرقابة الإدارية ورئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة. صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي بأن الاجتماع تناول استعراض مستجدات الخطط التنفيذية لنقل الوزارات ومختلف أجهزة ومؤسسات الدولة للعاصمة الإدارية الجديدة. وقد وجه السيد الرئيس بأن يكون انتقال الحكومة للعاصمة الإدارية الجديدة بمثابة تطوير للجهاز الإداري للدولة بشكل جذري وحديث. كما وجه السيد الرئيس بالاهتمام بالمساحات الخضراء والتنسيق الحضري على أعلى مستوى داخل العاصمة الإدارية، إلى جانب تعزيز دور شركة العاصمة الإدارية الجديدة وتنمية مواردها لإكسابها القدرة على أداء مهامها في التشغيل والصيانة الدورية عقب الانتقال إليها. أوضح المتحدث الرسمي أن الاجتماع شهد استعراض الموقف التنفيذي للبنية الأساسية الخاصة بالعاصمة الإدارية الجديدة. تناول الاجتماع أيضاً مستجدات منظومة مرفق الكهرباء بالعاصمة الإدارية الجديدة، بالإضافة إلى تطور الأعمال الكهربية بالحي الحكومي ومدينة الفنون والثقافة. واستعرض جهود ربط محاور وطرق العاصمة الإدارية الجديدة بجميع أحياء وقطاعات القاهرة الكبرى. أضاف المتحدث الرسمي أن الاجتماع تطرق كذلك إلى استعراض قضايا مخالفات البناء خاصة في محافظات القاهرة والجيزة والأسكندرية، وذلك في إطار التوجيه بوقف البناء، حيث وجه السيد الرئيس باستمرار المتابعة الدقيقة للموقف من كافة الجوانب بهدف التصدي بحسم لمخالفات البناء والتوجه نحو التوسع العمراني الأفقي للعمل على تخفيف التكدس السكاني. توفير الرعاية الطبية الكاملة لمصابي الحريق الذي نشب أمس على طريق القاهرة الإسماعيلية الصحراوي، كما طلب أيضا ببحث التعويضات للخسائر التي وقعت لعدد من السيارات في هذا الحادث.
ذلك خلال اجتماع مجلس الوزراء عبر تقنية الفيديو كونفرنس، حيث وجه رئيس الوزراء الشكر للوزارة المعنية التي سارعت للسيطرة على الحادث فور وقوعه، مشيرا لأن المسؤولين كانوا في موقع الحادث عقب وقوعه مباشرة، وتضافرت الجهود لاحتوائه في أسرع وقت، وهو ما أسهم في تجنيب المنطقة مضاعفات خطيرة. خلال هذا الاجتماع عبر الفيديو كونفرنس أيضا، عرضت وزيرة الصحة دكتورة هالة الزايد آخر المستجدات المتعلقة بفيروس كورونا، وأعربت عن شكر وعرفان جميع العاملين بالقطاع الصحي لرئيس الوزراء على ما قدمه من شكر وتقدير واحترام لجميع أفراد الأطقم الطبية المشاركة في علاج المرضى والمصابين بالفيروس. التقى الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق أول كينيث ماكنزي قائد القيادة المركزية الأمريكية والوفد المرافق له، حيث ناقش الجانبان التطورات الإقليمية والدولية الراهنة وزيادة مجالات التعاون العسكري بين البلدين. كما التقى الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة الفريق ماكنزي. التقى الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، الفريق أول كينيث ماكنزي قائد القيادة المركزية الأمريكية والوفد المرافق له الذي يزور مصر حاليا. وناقش الفريق أول محمد زكي مع قائد القيادة المركزية الأمريكية عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في ضوء التطورات الإقليمية والدولية الراهنة وزيادة مجالات التعاون العسكري بين القوات المسلحة للبلدين. كما تطرق اللقاء لبحث جهود القوات المسلحة المصرية في مجال تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، كذلك ملف التدريبات المشتركة بين كل من مصر والولايات المتحدة الأمريكية. وأعرب القائد العام للقوات المسلحة عن اعتزازه بعمق علاقات الشراكة الاستراتيجية التي تربط بين القوات المسلحة للبلدين، وتطلعه لأن تشهد المرحلة القادمة مزيدا من التعاون المشترك في المجال العسكري. فيما أشاد قائد القيادة المركزية الأمريكية بالنجاحات التي حققتها القوات المسلحة في تحقيق الأمن والاستقرار والتوازن بالمنطقة ومكافحة الإرهاب، مؤكدا على عمق علاقات الشراكة الاستراتيجية والتعاون الممتد بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية. وفي سياق متصل، التقى الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة الفريق أول كينيث ماكنزي، وتناول اللقاء عددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في ضوء علاقات التعاون العسكري وتبادل الخبرات بين القوات المسلحة للبلدين. حضر اللقاء عدد من قادة القوات المسلحة. أعلن 11 حزبا سياسيا تشكيل القائمة الوطنية من أجل مصر لتكوين تحالف انتخابي لخوض انتخابات مجلس الشيوخ، وهي أحزاب مستقبل وطن، الوفد، حماة الوطن، مصر الحديثة، الإصلاح والتنمية، التجمع، الشعب الجمهوري، المصري الديمقراطي الاجتماعي، الحركة المصرية، الحرية المصري، والمؤتمر. وقد أعلن رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات المستشار لاشين إبراهيم تلقي لجان متابعة سير العملية الانتخابية في 27 محكمة ابتدائية في اليوم الخامس المستندات من 100 مرشح، ليرتفع إجمالي عدد المرشحين إلى 569 مرشحا حتى الآن. تواصل الدولة جهودها المكثفة لتطوير العشوائيات والأماكن الخطرة من أجل توفير مسكن ملائم وحياة كريمة للمواطنين. في هذا الإطار، رصدت كاميرا نيل للأخبار تفاصيل مشروع الأسبرة الثلاثة كأحد أكبر المشروعات التي افتتحت مؤخرا وافتتحها الرئيس السيسي، وأثبت من خلالها قدرة الدولة على تحقيق طفرة حضرية وعمرانية وإنسانية. تحفة معمارية متكاملة الخدمات بديلا للعشوائيات والمساكن الخطرة تم إنجازها على أرض مصر عبر مشروع الأسمرة الثلاثة الذي افتتحه مؤخرا الرئيس عبد الفتاح السيسي لتوفير الحياة الكريمة لآلاف الأسر المصرية
التي عانت كثيرا على مدار سنوات طوال. الفكر الحقيقة في الفترة الأخيرة هو بناء البشر والحجر الاتنين مع بعض في نفس الوقت، وده نتيجة الخدمات الغير مسبوقة اللي بتوفرها الدولة في النوعية دي من المشروعات. خدمات كمان بتمتد بعد انتقال أهالينا للمشروع، ودي نقطة في منتهى الأهمية، إن بتتواصل الدولة مع المواطنين اللي بيجوا في المناطق الجديدة وبتمد لهم الخدمات حتى بعد الانتقال من خلال ما يسمى بمركز خدمة المجتمع. أما بالنسبة للخدمات الموجودة فطبعا توجيهات السيد الرئيس أنه لا يتم افتتاح أي مشروع إلا لما تكون خدماته بالكامل متوفرة. يقدم المشروع حوالي 7400 وحدة سكنية بنظام الإيجار التمليكي مفروشة بالأثاث المنزلي والأجهزة الكهربائية مجانا، فضلا عن العديد من الخدمات اللازمة من مسجد وكنيسة تم تشييدهم في وقت قياسي على أحدث الطرازات المعمارية، فضلا عن سلسلة من منافذ بيع كافة المنتجات الغذائية بأسعار مناسبة. هنا مخبز، وحدة مخابز متكاملة شرقي وغربي. المخبز ده الانتاج بتاعه بيصل من 800 ألف رغيف في اليوم لمليون رغيف في اليوم لو اشتغل بقيمة طاقته الاستيعابية. عندنا المنافذ البيع في وحدتين من منافذ البيع بيصرفوا بطاقات التموين للناس اللي موجودة. احنا برضو في أنشطة تانية زي التوثيق وزي البريد، في واحدة للتوثيق والبريد والناس بتصرف منها، زي بنك نصر الاجتماعي بيصرف منها المعونات اللي بتقدمها الدولة للناس دي. طبعا مركز من مراكز الرعاية الصحية الأساسية ده بيكون عبارة عن نساء، بطنة، أطفال، أسنان، تنظيم أسرة. في طبعا الصيدلية بتصرف أي علاج بيتم صرفه على حسب تشخيص المرض يعني. وفي عندنا معمل برضو، معمل لمشتقات الدم ومعمل للطفيليات يعني المتوطنة، أمراض المتوطنة، فبرضو كل ده بيتم صرفه على تذكرة بجنيه. وتوفر الأسمرات ثلاثة حياة متكاملة لآلاف المواطنين، حيث تم توفير العديد من المحال التجارية والورش الحرفية المطورة لتوفير العديد من فرص العمل لأهالي الأسمرات، إضافة إلى توفير الرعاية الصحية والاجتماعية المطلوبة عبر مركز طبي متطور ودار للحضانة يضم كافة وسائل التعليم والترفيه في طفرة إنسانية وحضارية شاملة تخلق غدا واعد. ياسين سيف، النيل. تواصل الجهود المكثفة لتطوير الطريق الدائري وربطه بالعديد من المحاور من أجل تسهيل حركة المواطنين. كاميرا نيل الأخبار ترصد وتتابع أعمال التطوير بالطريق الدائري والمقرر انتهاؤها نهاية العام الجاري. تتواصل بعدة قطاعات على طول الطريق الدائري بمسافة 106 كيلومترات أعمال التطوير والتوسعة لذلك الشريان الحيوي الذي يربط مداخل ومخارج القاهرة الكبرى ويخدم ملايين المواطنين يوميا من مختلف المحافظات. هو بيهدف لتوسعة وتطوير الطريق الدائري في ثلاث قطاعات من أهم القطاعات اللي بتشهد كثافات مرورية عالية جدا عليه، اللي بتصل كثافات في بعض القطاعات منه ل 200 ألف مركبة يوميا. القطاع الأولاني اللي احنا متواجدين فيه حاليا اللي هو القطاع الشمالي بيبدأ من تقاطع الطريق الدائري مع محور الفريق سعد الدين الشاذلي وحتى اسكندرية الزراعية. القطاع ده بطول 25 كيلو، بيتم توسعة الطريق فيه من 4 حارات بكل اتجاه إلى 7 حارات في كل اتجاه مع توسعة جميع الأعمال الصناعية اللي موجودة. وتشمل أعمال التطوير تحويل الطريق الدائري إلى 7 و8 حارات في العديد من المواقع بدلا من 4 فقط، إضافة عن رفع كفاءة الطريق وتجديد الخدمات ومنظومة الإنارة به. احنا بنشتغل بالنسبة لنا 3 ورديات، ساعات أنا باجي بالنهار وساعات باجي بالليل يعني كده يعني، وان شاء الله الموضوع ماشي معانا بسلام وربنا يسترها ان شاء الله. هي الشركه اول ما بنيجي الشغل بتروح مديانا الكمامه، كل واحد بياخد كمامته من العمال كلها والمهندسين وكل كل واحد بياخد كمامه بتاعته وبياخد ازازه كحول، وطبعا ماشيين بالتحكيمات وربنا يستر على خير ان شاء الله.
ويهدف هذا المشروع القومي الكبير إلى تيسير حركة المواطنين وتسهيل منظومة نقل الركاب والبضائع لتوفير الكثير من الوقت والجهد. ومن المقرر أن يتم الانتهاء من تلك الأعمال نهاية العام الجاري، حيث تم إنجاز الكثير من المراحل على طول الطريق. إنجاز قومي جديد وخلية عمل لا تتوقف لتنمية وتطوير أحد أهم شرايين النقل والحركة بالقاهرة الكبرى، لصنع طفرة شاملة ومستقبل أفضل. ياسين سيف، النيل. تسعى الدولة لوضع محافظة مطروح على خريطة السياحة العالمية، وذلك ضمن خطة شاملة للساحل الغربي المصري. واستقبلت المحافظة السياح بدءا من شهر يوليو الجاري ضمن ثلاث محافظات هي البحر الأحمر وجنوب سيناء ومطروح، كما تم إعادة افتتاح متحفي مطروح وكهف رمل. ينضم إلينا من محافظة مطروح مراسل النيل أشرف مبارك. أشرف، ضعنا يعني في صورة عودة السياحة مرة أخرى إلى محافظة مطروح مع التجديدات التي حدثت هناك. بالفعل يعني هي إجراءات هامة اتخذتها وزارة السياحة والآثار بالتعاون مع محافظة مطروح، بالإضافة أيضا إلى وزارة الصحة للمرور على الفنادق منذ اتخاذ القرار بعودة السياحة في ثلاث محافظات هي محافظات البحر الأحمر وجنوب سيناء ومحافظة مطروح. تلك المحافظات الثلاث استقبلت السياحة منذ الأول من يوليو، وذلك في بعض الفنادق التي يعني طبقت الاشتراطات الصحية التي يعني توافقت عليها بعض الوزارات وجاءت إرشاداتها من منظمة الصحة العالمية. هذه الاشتراطات لا يمكن ان يقوم احد الفنادق ب يعني فتحه واستقبال السياح دون تطبيق تلك الاشتراطات. للحديث اكثر حول تفاصيل عوده السياحه الى محافظه مطروح، معي على الهواء مباشره معالي المحافظ اللواء خالد شعيب محافظ مطروح. مع المحافظ، برحب بحضرتك على شاشه النيل الاخبار. عايز اعرف ايه الاجراءات اللي خدتوها من اول او من بدايه يوليو لعوده السياحه لمحافظه مطروح، خاصه ان محافظه مطروح بتتميز بالمنشات السياحيه الهامه وبعض المناطق الاثريه وال المتاحف اللي تؤهلها لتكون على خريطة السياحة العالمية. يعني بفضل الله سبحانه وتعالى الحمد لله، يعني يمكن محافظة مطروح من أقل المحافظات إصابة بفيروس كورونا وتداعياته السلبية، وده يمكن هو اللي تم اختيارنا من ضمن ثلاث محافظات لعودة السياحة بها. وكان شرفنا معالي وزير السياحة الدكتور خالد عناني وحضرته يعني مر معانا هنا في المنشآت السياحية الموجودة في المحافظة، وكان من ضمنهم متحف الآثار المطروح ومتحف رمل التاريخي، وبرضه كان من ضمن جولته شفنا شاطئ الغرام والتطويرات اللي تمت فيه، برضه حديقة كليوباترا وحمام كليوباترا والتطويرات اللي تمت فيها، بالإضافة إن حضرته برضه فقد بعض الفنادق ومستشفى العالمين واستعدادها لاستقبال أي حالات تطرق عليها من خلال السائحين القادمين. احنا ان شاء الله عندنا حوالي 14 فندق حاليا دلوقتي جاهزين لاستقبال السياحه طبقا للمحددات والشروط والضوابط اللي تمت من خلال وزاره الصحه وزاره السياحه وغرفه المنشات الفندقيه وغرفه السياحه عندنا وزاره السياحه عندنا في الديوان العام محافظه. الفندق طبعا طبقا للمحددات جاهزه ومعانا وزير السياحه اطمن والصحه اطمنت على هذا، واحنا برضه جاهزين ان شاء الله، يمكن ان شاء الله مستعدين لاستقبال اول رحله طيران ان شاء الله غالبا هيكون يوم 21 يوليو، ودي يمكن جايه من ايطاليا. طبعا كل المحددات موجوده عندنا ومضوابط في الفنادق، وفتحنا الشواطئ الخاصه بالفنادق او القرى السياحيه الموجوده، وان شاء الله يعني طبقا معدل الإصابة والوفيات، أنا شايف الحمد لله معدل الإصابة بيقل وعدد الوفيات بيقل دلوقتي في تعدي التنازلي، إن شاء الله يكون ده مؤشر طيب إن شاء الله إن إحنا بعد كده نفتح الشواطئ العامة إن شاء الله عشان نطمن على صحة الناس. طب مع المحافظة يبدو أنه يعني حدث خلل تقني في التواصل مع مراسلنا في محافظة مطروح وأيضا مع محافظ مطروح. نكتفي بهذا القدر حيث يعني شرحوا الضوابط التي تعود بها السياحة مرة أخرى في المحافظة.
نستأنف نشرتنا حيث وافق وزير الداخلية محمود توفيق على قبول دفعة جديدة بكلية الشرطة من حملة الثانوية العامة وما يعادلها من الحاصلين على الليسانس في الحقوق من الذكور، وكذا عدد من المؤهلات الجامعية في التخصصات التي تمثل احتياجا أساسيا لقطاعات وزارة الداخلية من الذكور والإناث وفقا لضوابط محددة أعلن عنها مساعد وزير الداخلية لأكاديمية الشرطة خلال مؤتمر صحفي. تفضل سيد محمود توفيق وزير الداخلية بالموافقة على قبول دفعة جديدة من الطلبة الراغبين في الالتحاق بكلية الشرطة من الحاصلين على أولا الثانوية العامة أو ما يعادلها وشهادة إتمام الدراسة الثانوية الأزهرية بحد أدنى مجموع 65% لهذا العام 2020 أو العام السابق 2019. ثانيا درجة الليسانس في الحقوق ذكور بحد أدنى تقدير مقبول لهذا العام 2020 أو العام السابق 2019. ثالثا المؤهلات الجامعية في التخصصات التي تمثل احتياجا أساسيا لقطاعات وزارة الداخلية ذكور وإناث بحد أدنى تقدير جيد لهذا العام 2020 أو العام السابق 2019. خلال مؤتمر صحفي عقد بأكاديمية الشرطة تم الإعلان عن قبول دفعة جديدة بكلية الشرطة للعام الدراسي 2020-2021 وفقا لشروط محددة، من بينها أن يكون لائقا صحيا وبدنيا ولا يزيد السن عن 22 عاما لطلبة الثانوية العامة وما يعادلها و28 عاما لطلبة الجامعات، وبالنسبة للحاصلين على درجة الماجستير لا يزيد السن عن 30 عاما و35 عاما للحاصلين على الدكتوراه. بالنسبة للمواعيد وإجراءات تقديم طلبات الالتحاق بالنسبة لطلبة الثانوية العامة وما يعادلها والثانوية الأزهرية العام السابق 2019 من يوم الاثنين 20/7 حتى يوم الخميس 30/7 من خلال موقع وزارة الداخلية على شبكة الإنترنت. هيتم أيضا متابعة نتائج الاختبارات المختلفة من خلال هذا الموقع. بالنسبة لطلبة الثانوية العامة والثانوية الأزهرية العام الحالي 2020 هتبدأ اعتبارا من يوم الأربعاء الموافق 5/8 حتى يوم الخميس 20/8 من خلال موقع وزارة الداخلية على شبكة الإنترنت. بالنسبة للحاصلين على الشهادة الثانوية العامة من الخارج والدبلومات الأجنبية لهذا العام 2020 والعام السابق 2019 هتبدأ اعتبارا من يوم الثلاثاء الموافق 4/8 حتى يوم الخميس الموافق 20/8 من خلال مكتب تنسيق القبول بكلية الشرطة. بالنسبة للحاصلين على المؤهلات الجامعية والدرجات العلمية الأعلى هتبدأ اعتبارا من يوم الثلاثاء الموافق 4/8 حتى يوم الخميس الموافق 3/9 من خلال مكتب تنسيق القبول بكلية الشرطة. يمر الطالب بعدد من الاختبارات المقررة طبية ونفسية ورياضية، كما تم استحداث اختبار تحريري في كشف الهيئة. بالنسبة لاختبار الهيئة لأول مرة هذا العام هينقسم اختبار الهيئة إلى قسمين، قسم تحريري هيخضع الطالب فيها لاختبار تحريري في المعلومات عن مصر والمعلومات العامة على الحاسب الآلي، القسم الثاني شفوي يتمثل في المسؤول أمام اللجنة المشكلة للاختيار والتي تقوم بتطبيق معايير المفضلة وفقا للضوابط الواردة بقانون رقم 95 لسنة 75 بإنشاء الأكاديمية والقرار الوزاري رقم 864 لسنة 76 بشأن اللائحة الداخلية لأكاديمية الشرطة. وقد اتخذت الأكاديمية إجراءات وتدابير وقائية لاستقبال الطلبة المتقدمين، من بينها إلزام الطلبة بارتداء الكمامات الواقية ومراعاة التباعد وتعقيم المنشآت التي يتردد عليها الطلبة خلال الاختبارات ووضع معقمات ومطهرات أمام اللجان. ويتم الإعلان عن نتائج الاختبارات من خلال موقع الوزارة على شبكة الإنترنت وإعداد منافذ لاستخراج صحف الحالة الجنائية وبيع الطوابع والتصوير الفوتوغرافي والأحوال المدنية بهدف التيسير على الطلبة المتقدمين. يعد الالتحاق بكلية الشرطة هدف يسعى إليه طلبة الثانوية العامة وما يعادلها وطلبة الجامعات المختلفة. الفرصة جاءت مع الإعلان عن قبول دفعة جديدة من هؤلاء بالكلية، ومع اجتياز الاختبارات والضوابط المحددة يصبحون طلبة داخل هذه الكلية العريقة والتي تعد بحق مصنعا للرجال. عبد الله بركات، التلفزيون المصري. ونعود مرة أخرى لاستكمال الحديث مع مراسلنا في محافظة مطروح أشرف مبارك، وكان يحاور محافظ مطروح. انقطع التواصل معك أشرف، يعني لو ما زال المحافظ معك يعني يمكنكما أن تواصل الحديث وتحصل على المزيد من المعلومات. تفضل.
بالفعل دينا ما زال معي الآن المحافظ مطروح اللواء خالد شعيب للحديث حول عودة السياحة إلى محافظة مطروح بداية من الأول من يوليو. كنت بسأل سيادتك يا فندم قبل القطاع الاتصال عن الخطة الاستثمارية وهي التي تشمل تطوير الساحل الشمالي الغربي وأيضا واحد سيوة اللي بتشمل بعض الأحداث الهامة مثل مهرجان التمور ودور ده في وضع محافظة مطروح على خريطة السياحة العالمية. طبعا بالنسبة للساحل الشمالي الغربي طبعا في إطار مخطط عمراني جديد شامل لكل أنشطة صناعية وسياحية والزراعية والمجتمعية، إن شاء الله يتم إعادة التخطيط من خلال تسليم 707 ألف فدان طبقا لقرار 361 سنة 2020، نسلمه إن شاء الله لهذه المجتمعات العمرانية الجديدة اللي هتخش إن شاء الله بتخطيط عمراني متكامل للمنطقة دي كلها، وإحنا شايفين الحمد لله نجاحها في مدينه العالمين الجديده واضح جدا جدا، فده ان شاء الله يكون مؤشر خير لكل البيت الساحل ان شاء الله، وده هيعود بالتنميه ان شاء الله على المنطقه كلها بالكامل، هيحقق فرص عمل وهيوفر فرص عمل، هيحقق تنميه المجتمعات المحليه المحيطه بالمنطقه، هيعمل عامل جذب للسكان ان شاء الله للمكان، هيبقى كويس جدا وهيخفف الضغط عن المدن الثانيه. يعني ان شاء الله هيكون يعني سله خير جايه ان شاء الله للمنطقه كلها بالكامل، هيستفيد منها كل من الساحل الشمالي من بدايه من العالمين حتى شرقا حتى السلوم غربا، فده ان شاء الله يكون يعني حاجه يعني بنشكر اهتمام القاده السياسيه باهتمامها بالساحل الشمالي الغربي وتخطيط عمراني متكامل لهذه المنطقه من العالمين حتى السلوم غربا بما يوفره من فرص واعدة للعمالة والاستثمار سواء كان استثمار محلي أو أجنبي في جميع الأنشطة، هتقام عليها أنشطة صناعية قائمة على الزراعات الموجودة في المنطقة. يعني نقدر نقول يا فندم بإقبال الاستثمارات كان في مطروح؟ نعم اجمالي الاستثمارات مثلا ممكن توصل لك؟ لا ده يعني دي هتوصل بالمليارات ان شاء الله، يعني لان ده بقول لك انت بتنمي 707,000 فدان في المنطقه وعامل بتخطيط عمراني جديد جدا بمناطق جذب استثماري عاليه جدا، فدي هتخش يعني في مليارات طبعا، وده طبعا موجود مع هيئه القطاعات العمرانيه الجديده من خلال وزاره الاسكان، واحنا حاليا دلوقتي مستعد لتسليم هذا الملف لهيئه القطاعات العمرانيه الجديده، واللي قلت يعني فعلا ثبت نجاحها تماما، وخير مثال لينا هو مدينه العالمين الجديده، وان شاء الله بعد كده هيخش عاملين طاقه صحتنا الجديده. اخيرا يا فندم واحه الجمال واحه سيوة ومهرجان التمور. بالنسبه لواحه سيوة طبعا قلت لك حضرتك ان دي يعني منطقه ان شاء الله هتكون كويسه جدا خصوصا في السياحه العلاجيه والسياحه البيئيه. بالنسبه لمهرجان الطيور احنا كان ان شاء الله احنا عملنا 4 مهرجان قبل كده، ان شاء الله المهرجان الخامس باذن الله احنا بنخطط له، يمكن او كان اجتماع النهارده تمهيدي عندنا في المحافظه هنا في ديوان عام المحافظه للتخطيط للمهرجان عشان ان شاء الله نصد عليه ونختارم الوقت المناسب ان شاء الله بعد مرور جائحه كورونا، وان شاء الله يعني بنخطط له، وان شاء الله ده حاجه كويسه جدا لان ده اهل سيوه بيحبوه ومحافظه مطروح بتحبه وبيكون فرص استثماريه بالنسبه لهم برضه ومصدر دخل كويس جدا، فان شاء الله نقيم باذن الله في الميعاد المناسب ان شاء الله. بشكر حضرتك جدا مع المحافظ بالتوفيق دايما لمحافظه مطروح. يعني زي ما احنا شايفين هي خطه استثماريه كبرى، وايضا يعني محافظه مطروح بتشهد تنميه من بدايه من الحمام شرقا وحتى يعني مدينه السلوم غربا. شكرا جزيلا أشرف على هذه المتابعة من مطروح، وشكرا لمحافظ مطروح أيضا على كل هذه التوضيحات. بحثت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال اتصال هاتفي بينهما الأوضاع الراهنة في ليبيا وحظر الأسلحة المفروض على إيران. وفي اتصال آخر بحث الرئيس الروسي وولي عهد الإمارات العربية المتحدة محمد بن زايد آل نهيان الوضع في ليبيا. وذكر بيان للكرملين أنه تم تبادل الآراء حول الوضع في ليبيا وأهمية استئناف الحوار بين الليبيين وتوحيد الجهود الدولية في التسوية السياسية والدبلوماسية للأزمة الليبية، وجرى الاتفاق على مواصلة الاتصالات على مختلف المستويات. رحب مجلس النواب الليبي بما جاء في كلمة الرئيس السيسي بشأن ليبيا، داعيا القاهرة لاتخاذ ما تراه لحفظ أمن البلدين القومي. كان المتحدث باسم الجيش الليبي قد أكد أن تدخل تركيا في ليبيا يهدف لتثبيت موضع التنظيمات الإرهابية هناك، وأن الجيش الليبي يرصد تهديدات الهجوم على مدينتي سرت والجفرة.
حالة من التوتر تسيطر على أجواء المنطقة جراء انتهاك النظام التركي لسيادة الدولة الليبية وتدخلات السفيرة في شؤونها وتصريحات أنقرة بتدخل عسكري من أجل الحفاظ على عائدات النفط التي سلبته ميليشيات ما تسمى بحكومة الوفاق المدعومة من نظام أردوغان. المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي اللواء أحمد المسماري أكد أن التدخل التركي يهدف لتثبيت التنظيمات الإرهابية وأن الجيش الليبي يرصد تهديدات الهجوم على مدينتي سرت والجفرة. رصدنا خلال الأيام الماضية تصعيد تركي باتجاه إطلاق معركة ضد القوات المسلحة في منطقة سرت والجفرة. هذه التهديدات جاءت على لسان وزير الخارجية التركي. نحن نرصد كل التحركات، نحن في معركة حقيقية، في حرب من دولة أجنبية غازية إلى أراضينا، وبالتالي نحن في حالة استعداد ودفاع مشروع عن بلادنا وعن شعبنا وعن مقدراتنا. على الليبيين الآن أن يقفوا صفا واحدا ضد المخططات الأجنبية في ليبيا وخاصة المخطط الأردوغاني. وشدد المسماري على أن تركيا تبسط سيطرتها على غرب ليبيا بالكامل وتعمل على دعم الميليشيات الوصول إلى الجنوب الغربي، وأن تركيا تقوم بقيادة المعركة والتحشيد للهجوم على سرت من أجل الوصول إلى منطقة الهلال النفطي والسيطرة على البلاد. مجلس النواب الليبي من جانبه أوضح في بيان له أن الاحتلال التركي يمثل تهديدا مباشرا لليبيا ودول الجوار وفي مقدمتها مصر، وهذا التهديد لن يتوقف إلا بتكاتف جهود دول الجوار العربي. ودعا البرلمان الليبي القوات المصرية إلى تدخل لحماية الأمن القومي الليبي والمصري إذا رأت أن هناك خطرا داهما وشيكا يطال أمن البلدين. كما رحب البرلمان بما جاء في كلمة الرئيس السيسي بشأن ليبيا داعين القاهرة إلى اتخاذ ما تراه لحفظ أمن البلدين القومي. أما الموقف الأوروبي فجاء منددا بالموقف التركي، حيث طالب منسق السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي يوسيب بوريل أنقرة باحترام التزاماتها بموجب مخرجات مؤتمر برلين، في الوقت الذي دعا فيه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرو في كلمته إلى القوات المسلحة بمناسبة العيد الوطني. دعا إلى الاستئناف الفوري للمفاوضات ولحوار سياسي ووضع حد لتدفقات كميات هائلة من الأسلحة والمرتزقة إلى هذا البلد، مستنكرا التدخل التركي في الأزمة الليبية. أكد الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط أن رعاية الرئيس السيسي لإعلان القاهرة يعطي زخما لحل الأزمة الليبية ويلقى مساندة عربية وإقليمية ودولية واسعة. قال أبو الغيط في تصريحات صحفية إن الجامعة موقفها واضح وثابت على طول الخط منذ بداية الأزمة في رفضها وإدانتها لكافة أشكال التدخلات الأجنبية في الأزمة الليبية. أشار أبو الغيط إلى أن هناك التزاما عربيا مطلق بالحفاظ على سيادة واستقلال ليبيا وسلامة أراضيها ووحدتها الوطنية، ولا يمكن أن تقبل بأن يمثل الوضع في ليبيا تهديدا لأمن واستقرار دول الجوار العربية المباشرة مصر وتونس والجزائر. قدم رئيس الحكومة التونسية إلياس الفخفاخ استقالته اليوم بعد 5 أشهر من توليه المنصب. وكان الرئيس التونسي قيس سعيد قد طلب من الفخفاخ التقدم باستقالته في الوقت الذي أعلن فيه حزب النهضة سحب الثقة من رئيس الحكومة. كان البرلمان التونسي قد منح الثقة لحكومة الفخفاخ نهاية فبراير الماضي، إلا أنه يواجه اتهامات بتضارب المصالح تقوم لجنة برلمانية بالتحقيق فيها. ينضم إلينا للمتابعة عبر الهاتف الدكتور محمد صادق إسماعيل مدير المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية. دكتور محمد، منذ يومين كان هناك تصريح للرئيس التونسي يقول فيه أن غير مسموح لحركة النهضة بأن تكون دولة داخل دولة، وأنه يعني لا يمكن أن يتم إجبار رئيس الحكومة على الاستقالة. ما الذي استجد اليوم؟ نعم طبعا، بعد التحية، ما استجد اليوم طبعا هو مطالبة الرئيس الجمهورية قيس سعيد لرئيس الوزراء المكلف طبعا السيد الفخفاخ بتقديم استقالته نتيجة طبعا تضارب المصالح كما أشار التقرير. أنا أعتقد طبعا أن هناك مشكلتين في تونس والمشكلتين متلازمتين. المشكلة الأولى هي وجود حزب النهضة في حد ذاته، سواء فيما يتعلق برئيسه طبعا القائم بأعمال رئيس البرلمان التونسي، أو فيما يتعلق أيضا برئيس الحكومة. أنا أعتقد طبعا المشكلتين طبعا تؤدي في النهاية إلى عدم استقرار الدولة التونسية، لأن طبعا السلطة التشريعية في يد حزب النهضة طبعا. حزب النهضة حاليا
اتهامات مباشره بالارهاب والتعامل مع قوى خارجيه وما الى ذلك، وايضا التعاطي مع الدوله التركيه والتنسيق مع الدوله التركيه من خلال طبعا راشد الغنوشي رئيس البرلمان التونسي. هذا من جانب. من جانب اخر اتخيل ايضا ان هناك ازمه تنفيذيه او في السلطه التنفيذيه من خلال رئيس الحكومه الياس الفخفاخ. اذا هي الازمه مزدوجه سواء فيما يتعلق بالسلطه التشريعيه او فيما يتعلق بالسلطه التنفيذيه. نعم. وانا اتخيل طبعا ان الجانبين لا يصبوا مطلقا في مصلحه الدوله التونسيه. طيب يعني ما الذي يعنيه تغير موقف الرئيس التونسي؟ يعني هل الى هذا القدر اصبح حزب النهضه له نفوذ ويسيطر على قرار الحاكم؟ وفي نفس الوقت هل يمكن أيضا أن يتدخل حزب النهضة في اختيار من يخلف الفخفخ؟ يعني فيما يتعلق بالجزء الأول من مسألة طبعا دولة داخل الدولة، أتخيل طبعا أن ذهاب راشد الغنوشي إلى تركيا وتمثيله لتونس من خلال طبعا استقبال الرئيس التركي له في أنقرة أعتقد وما إلى ذلك يمثل طبعا تهديدا خطيرا وتصعيدا خطيرا فيما يتعلق بتمثيل الدولة داخل تونس. هذا من جانب. من جانب آخر فيما يتعلق بمسألة طبعا تشكيل الحكومة يتم من خلال البرلمان التونسي ومن خلال طبعا كانت عالمي قبل الياس الفخفاخ. كان هناك اشكاليه برلمانيه ربما كانت تؤدي حتى الى اعاده الانتخابات مره اخرى او اعاده تشكيل البرلمان مره اخرى فيما يتعلق بهذه المساله. اذا انا اعتقد ان الدوله التونسيه مقبله على مشكلات سواء فيما يتعلق بمشكلات برلمانيه جديد او فيما يتعلق ايضا بمشكلات خاصه بالسلطه التشريعيه فيما يتعلق بوجود حتى راشد الغنوشي. طيب سؤال اخير وسريعا، يعني رد فعل الشارع التونسي الذي بدا غاضبا من تصرفات حزب النهضه مؤخرا وحتى داخل البرلمان ايضا، يعني كانت واضحه اعتراضات الاعضاء، كيف يمكن ان يكون تعامل الراي العام التونسي مع هذا الوضع؟ يعني الراي العام حاليا اعتقد انه واقف مع عبير مرسي او الحزب الدستوري فيما يتعلق بموقفها من راشد الغنوشي وفيما يتعلق ايضا بموقف السلطه العامه من راشد الغنوشي. راشد الغنوشي حاليا ربما يسيء الى تونس كلها ولا يسيء فقط الى نفسه، وبالتالي فانا اعتقد ان الراي العام حاليا ربما في صالح الدوله التونسيه وضد راشد الغنوشي وضد حزب النهضه التونسي. نعم. اشكرك شكرا جزيلا دكتور محمد صادق اسماعيل مدير المركز العربي للدراسات السياسيه والاستراتيجيه. متواصلون معكم في هذه النشرة وفيها بعد أخبار الاقتصاد، بومبيو يعلن فرض عقوبة أمريكية على عدد من موظفي شركة هواوي الصينية. سعر الصك 1800 جنيه. للتبرع بصك الأضحية في الحسابات والأماكن التالية. أتحول الآن مباشرة إلى زميلي حسام عاطف وهذه الجولة مع أخبار الاقتصاد، إليك حسام. أشكرك دينا، شكرا جزيلا. أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى باقتنا الاقتصادية. أهم ما فيها ارتفاع في أسعار الذهب بثلاثة جنيهات، وعيار 21 يسجل 800 جنيهين. أهلا بكم من جديد. ارتفعت أسعار الذهب في السوق المصرية مدعومة بارتفاعه في الأسواق العالمية مع استمرار إقبال المستثمرين على الملاذ الآمن. وسط حالة من عدم اليقين بشأن حدوث موجة ثانية من إصابات كورونا وتوتر في العلاقات بين الولايات المتحدة والصين. وبهذا زادت أسعار الذهب بنحو 3 جنيهات ليسجل عيار 24 نحو 916 جنيها. وسجل عيار 21 وهو الأكثر مبيعا نحو 802 جنيه. وبلغ عيار 18 نحو 687 جنيها. وبلغ سعر جنيه الذهب نحو 6416 جنيها بارتفاع بلغ 24 جنيها.
أكدت وزيرة التضامن الاجتماعي نيفين القباج الانتهاء من صرف 95% من إجمالي قيمة المعاشات المنصرفة من منافذ الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي ومكاتب البريد بالإضافة إلى ماكينات الصراف الآلي عن شهر يوليو. وأوضحت الوزيرة أن القيمة الإجمالية للمبالغ المنصرفة تبلغ 14.3 مليار جنيه لعدد يبلغ 8.7 مليون من أصحاب المعاشات. أعلنت وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع أن جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر يدرس رفع الحد الأقصى للإقراض للجمعيات الأهلية. وأضافت الوزيرة خلال اللقاء الموسع الذي عقدته عبر الفيديو كونفرنس مع أعضاء جمعية رجال أعمال الإسكندرية أن ذلك يأتي تمهيدا لعرض هذه الدراسة على الاجتماع المقبل لمجلس إدارة الجهاز لإقراره. كشف المجلس التصديري للحاصلات الزراعية عن تراجع طفيف بقيمة صادرات القطاع خلال الفترة من سبتمبر 2019 إلى مايو 2020 لتسجل نحو 1.8 مليار دولار بتراجع قدره 3.6% من نفس الفترة من الموسم التصديري 2018-19. هذا واستحوذت الدول العربية على 42% من قيمة صادرات الحاصلات الزراعية بنحو 627.3 مليون دولار. أكد وزير المالية محمد معيط أنه سيتم إطلاق المبادرة الرئاسية لتحفيز الاستهلاك وتشجيع المنتج المحلي وذلك قبل نهاية شهر يوليو الحالي ولمدة 3 أشهر بهدف تشجيع المواطنين باختلاف قدراتهم المالية وشرائحهم الاجتماعية على شراء المنتج المصري المحلي. في مواجهة التباطؤ الاقتصادي الذي أحدثته أزمة جائحة كورونا، كشفت الحكومة المصرية عن مبادرة رئاسية جديدة تهدف لبيع المنتج المحلي للمواطنين بأسعار مخفضة من خلال منافذ توزيع الشركات والمصانع والمحال والسلاسل التجارية المشاركة في المبادرة. تشجع على تحريك الاقتصاد وحركة التجارة للمنتجات داخل السوق المحلي وتوفر التمويل اللازم للمستهلك المصري خاصة المستهلك البسيط الذي يعني يحتاج إلى من يدعمه لشراء ما يحتاجه من سلع معمرة. المبادرة الرئاسية التي ستستمر على مدار 3 أشهر ستنطلق نهاية شهر يوليو الجاري وتشمل السلع المحلية الاستهلاكية المعمرة وغير المعمرة، وتمثل فرصة في أعين أصحاب المحال التجارية لتخفيض الأسعار وجذب الزبائن لزيادة مبيعاتهم التي تأثرت بشدة مؤخرا. هتحرك السوق، هتخلي فيه السوق في حركة، وهتنشر المنتج المحلي اللي أنا أصلا بشجعه في بيعي. هي هتعمل ترويج اقتصادي هنا في البلد وهتشجع الاقتصاد إن هو يشتغل وإن هو ينمو. كما أبدى المستهلكون ترحيبهم بالمبادرة التي ستوفر لهم السلع بأسعار مخفضة وبأقساط دفع تتناسب مع ظروفهم الاجتماعية. دي بداية أو خطوة جريئة، خطوة كويسة من رفع معنوية حتى الشخص الفقير، الشخص البسيط هيحس إن هو زي غيره إلى حد ما، زائد إن دي حاجة هتبدأ تعمل يعني انقلاب في الصناعة المصرية أو المحلية، هيرفع بقى من مستوى كل شخص فينا. حاجة مهمة جدا طبعا خاصة في اليومين دول عشان نشجع الصناعة، صناعة بلدنا ونشجع المنتج الوطني، لأن احنا بطريقة دي لو ما عملناش كده الدولار هيرجع يرتفع من تاني وكل أسعار تغلى من تاني، لازم احنا نشجع السلع الوطنية. وتتيح المبادرة الرئاسية إمكانية الشراء الإلكتروني أونلاين وتسمح بالتقسيط لمدة 2 عامين بفوائد مخفضة فضلا عن خصم إضافي بنسبة 10% لأصحاب البطاقات التموينية تتحمله الخزانة العامة للدولة بإجمالي 12 مليار جنيه. هي مبادرة تسعى لبيع المنتجات المحلية بأسعار مخفضة، مبادرة تستهدف تحفيز الاستهلاك وتشجيع المنتج المحلي، وهو ما يعمل على ضخ استثمارات جديدة من شأنها تحسين الأداء الاقتصادي. أسمع حسن النيل. ومشاهدينا الكرام، بهذا التقرير انتهت وقفتنا الاقتصادية. عودة للزميلة دينا إبراهيم مع مجموعة جديدة من أخبارنا السياسية. تفضلي دينا. أشكرك حسام. أعرب وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو عن استعداد بلاده لمساعدة الدول الصديقة والحليفة بمجال الطاقة، متوعدا في الوقت ذاته بفرض عقوبات جديدة على مشروع الغاز الألماني الروسي نورد ستريم 2.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي أعلن فيه بومبيو فرض بلاده لعقوبات على بعض المسؤولين في شركة هواوي الصينية، مؤكدا عزمه زيارة المملكة المتحدة في المستقبل القريب غدا قرار لندن لاستغناء بحلول عام 2027 عن استخدام معدات شركة الاتصالات الصينية العملاقة في شبكة الجيل الخامس. وأعلن بومبيو أن الولايات المتحدة ستدعم الدول التي تعتقد أن الصين انتهكت مطالبتها بشأن السيادة البحرية في بحر الصين الجنوبي، وشدد على أن ذلك سيتم في المحافل القانونية ومتعددة الأطراف. استدعت وزارة الخارجية الصينية السفير الأمريكي للاحتجاج على عقوبات بلاده المرتبطة بقانون الأمن القومي المثير للجدل والذي فرضته الصين في هونغ كونغ، مؤكدة أنها سترد على الخطوات الأمريكية. يأتي هذا فيما أنهى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المعاملة التجارية الخاصة التي كانت تمنحها بلاده لهونغ كونغ. في خطوة تصعيدية إزاء الصين، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنهاء المعاملة التجارية الخاصة التي كانت تمنحها بلاده لهونغ كونغ. كما أعلن ترامب توقيع قانون يفرض عقوبات اقتصادية على مسؤولين وبنوك صينية على خلفية فرض بكين قانون أمن قومي على مدينة هونغ كونغ، معتبرا نفسه الرئيس الأمريكي الأشد حزما في التعامل مع الصين. هونغ كونغ الآن ستعامل مثلها مثل الصين، لا مميزات خاصة، لا معاملات اقتصادية خاصة، ولا تصدير لوسائل التكنولوجيا المتقدمة، بالإضافة إلى فرض تعريفات جمركية ضخمة على الصين في خطوة تعد الأولى من نوعها. الصين دفعت ملايين الدولارات إلى الولايات المتحدة في صور تعريفات جمركية، وقد وجهت جزءا كبيرا منها إلى المزارعين. من جهتها عارضت الخارجية الصينية بشدة الإجراء الأمريكي، مؤكدة أنها ستتخذ الإجراءات اللازمة لحماية مصالحها المشروعة، وستفرض عقوبات على الأفراد والكيانات ذات الصلة في الولايات المتحدة. وأكدت بكين أن التحرك الأمريكي يعد تدخلا صارخا في الشؤون الداخلية الصينية وانتهاكا للقانون الدولي وأعراف العلاقات الدولية، وأن سن قانون حماية الأمن القومي في هونغ كونغ يخص الشأن الصيني الداخلي ولا يحق لأي دولة التدخل فيه. وخلال العقد الماضي شهدت هونغ كونغ موجات متعددة من التظاهرات، إلا أنها اتخذت حجما غير مسبوق العام الماضي، حيث استمرت 7 أشهر متواصلة وتخللتها مواجهات عنيفة بين المتظاهرين وقوات الشرطة، وانتهت بفرض بكين الشهر الماضي قانون الأمن القومي في هونغ كونغ في خطوة تجاوزت فيها صلاحيات البرلمان المحلي للمدينة. وفي نشرتنا أيضا بعد أخبار الرياضة، استجابة لتوجيهات الرئيس السيسي، وزارة الشباب تطلق مبادرة دراجتك صحتك. من جديد أعود لزميلي حسام عاطف، وهذه المرة مع أخبار الرياضة، إليك حسام من جديد. شكرا دينا مرة أخرى، وأهلا بكم مشاهدينا الكرام، هذه المرة مع أخبار الرياضة أهم ما فيها. الجنيني يؤكد تقدم مصر بطلب استضافة قبل نهائي ونهائي دوري أبطال إفريقيا. سلم دكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة 1000 دراجة هوائية ضمن المرحلة الأولى من مبادرة دراجتك صحتك، والتي تدعمها وزارة الشباب والرياضة إلى المواطنين، وذلك بمركز شباب الجزيرة في ضوء توجيهات الرئيس السيسي رئيس الجمهورية بالاهتمام بالأنشطة الرياضية. دراجتك صحتك مبادرة تتبناها وزارة الشباب والرياضة لتسليم 1000 دراجة هوائية للمواطنين بأسعار مدعمة، وذلك في أطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوسيع قاعدة الممارسة الرياضية وجعل الرياضة أسلوب حياة. شهد دكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة تسليم المرحلة الأولى من المبادرة، حيث أكد على أهمية الدراجات في تحسين اللياقة البدنية والصحية، بالإضافة إلى كونها وسيلة انتقال مصاحبة للبيئة. رسالة أهمية ممارسة الرياضة، دور وزارة الشباب والرياضة وأهدافها واستراتيجيتها بشكل كبير جدا. العجلة وسيلة سهلة إن إحنا يبقى عندنا عجلة بتكون موجودة في البيت، تتركن تحت البيت،
العجلة وسيلة للانتقال للشغل، للمدرسة، للجامعة. العجلة وسيلة صحية بشكل كبير جدا جدا جدا، أنا بتكلم يعني جزء من التخصص ما عندي يعني. العجلة كمان بتوفر فلوس في الجيب. ووفقا للأسعار والمواصفات التي أعلنتها الوزارة، فهناك نوعان من الدراجات: الأول الدراجة الجبلية وتصلح للطرق غير الممهدة، والنوع الثاني السريعة وهي مناسبة أكثر للطرق الممهدة. وزارة الشباب والرياضة تعودنا نقدم الدعم للشباب في صورة أنشطة وخدمات، يمكن أول مرة ندعم أداة رياضية ونطرحها للناس، ودي فكرة جديدة احنا يعني بنتبناها في وزارة الشباب والرياضة بقيادة أستاذ دكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وإن شاء الله ناويين إن احنا نتوسع فيها بشكل أكبر الفترة الجاية. يمكن طرحنا التسجيل أونلاين وخلص بعدها على طول بدقائق يعني 1000 دراجة، وإن شاء الله المرحلة الجاية بنكبر ونعظم من الفكرة إن شاء الله عشان نرضي كل شباب مصر. أنا عرفت أولا المبادرة من خلال السوشيال ميديا، أحد الأصدقاء بعت لي اللينك وعملت ريجستريشن، والحمد لله لحقت دراجة. إن أنا عرفت بعد كده إن الإقبال كبير جدا. أنا عرفت طريق المبادرة ده من عن طريق النت، واللي شجعني كده أكتر وأكتر الرئيس طبعا بنشوفه كل يوم ماشي بالدرجة بتاعته. ومن المقرر أن تقوم الوزارة بإطلاق المرحلة الثانية خلال الفترة المقبلة بعدد أكثر من الدرجات بعد الإقبال الكبير على درجات المرحلة الأولى، على أن تكون الهيئة العربية للتصنيع المنفذ الخاص بالمرحلة الثانية. ندى إبراهيم، النيل. وختام هذه النشرة تذكير بأهم أنبائها: مصر تطلب إيضاحا رسميا عاجلا من الحكومة الإثيوبية بشأن مدى صحة ما تردد إعلاميا عن بدء ملء خزان سد النهضة. الرئيس السيسي يوجه بأن يكون انتقال الحكومة للعاصمة الإدارية الجديدة بمثابة تطوير للجهاز الإداري للدولة. الفخفاخ يقدم استقالته من رئاسة الحكومة التونسية بعد 5 أشهر من توليه المنصب. وصلنا إلى ختام هذه النشرة، شكرا لمتابعتكم، إلى اللقاء.